السلام عليكم. بعد تصعيد وتوتر كبيرين على خلفية قتل القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني، وبعد تهديدات غير مسبوقة على لسان كبار المسؤولين الإيرانيين وعلى رأسهم المرشد الأعلى علي خامنئي، بعد كل هذه التهديدات بالانتقام لسليماني من أمريكا، اختارت طهران قصف العراق عبر استهداف قاعدتين عسكريتين فيهما قوات أمريكية. الهجوم الذي لم يصب فيه أحد ولم يحدث إلا أضراراً مادية طفيفة بحسب ما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف خامنئي هذا الهجوم بأنه صفعة على وجه أمريكا، بينما علق ترامب قائلاً: الأمور على ما يرام، يبدو أن إيران تراجعت. لكن وسط هذا الجدال ثمة أسئلة لم تحظى بإجابات دقيقة عن دوافع أمريكا لقتل سليماني، وكذلك هل ثمة اعتبار للتوقيت في هذا العمل، وأي تداعيات يمكن أن تشهدها المنطقة العربية في المرحلة المقبلة، بالرغم من تأكيد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن الرد الإيراني انتهى. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى هذه الحلقة من برنامج حديث العرب. في مهمة خاصة قتل الجيش الأمريكي قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني في بغداد، ما أثار حفيظة إيران للرد على الولايات المتحدة، فكان الفعل ورد الفعل في العراق. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إن قاسم سليماني كان مسؤولاً عن قتل مئات الأبرياء في العالم، وأن الهجمات الأخيرة على أهداف أمريكية في العراق كانت بتوجيهات من سليماني. وبعد عدة أيام جاء الرد الإيراني بهجوم صاروخي على القوات الأمريكية في قاعدة عين الأسد في العراق، لكن وبحسب وزارة الدفاع الأمريكية فإن الهجوم لم يسفر عن سقوط إصابات في صفوفها. من جانبها أكدت طهران أن الهجوم على قاعدة عين الأسد وقاعدة أخرى في مدينة أربيل هو رد على مقتل سليماني، وجاء على لسان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن الضربة الصاروخية التي شنتها بلاده ضد القوات الأمريكية إجراء انتقامي متكافئ مع اغتيال قاسم سليماني على حد وصفه. رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي وهو يحاول حفظ ماء الوجه قال إن إيران أبلغت العراق بالهجمات الصاروخية التي شنتها على الأمريكيين في العراق على حد زعمه، بينما أشار سفير الاتحاد الأوروبي في العراق مارتن هوث إلى تحول العراق لساحة صراع بالوكالة. هذا وتوعد الحرس الثوري الإيراني الولايات المتحدة برد وصفه بالأكثر عنفاً إذا ردت قواتها على الهجوم الذي شنته قوات الحرس على قاعدة عين الأسد. وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيرني اعتبرت الضربات الصاروخية الإيرانية في العراق تصعيداً من جانب طهران، لكن صحيفة الاندبندنت عربية كشفت عن ترتيبات سبقت الرد الإيراني على اغتيال الجنرال قاسم سليماني في بغداد، مؤكدة وجود تنسيق بين طهران وواشنطن قبل الرد. ونقلت الاندبندنت عن مصادر دبلوماسية عراقية القول إن الرد الإيراني كان منسقا مع الولايات المتحدة عبر وساطة دولة خليجية، وأن ترتيبات عسكرية اتخذت من قبل الجانبين لضمان ألا يؤدي هذا الرد إلى سقوط ضحايا أجانب، وهو ما حدث بالفعل. من جانبها دعت هيئة علماء المسلمين في العراق العراقيين أن لا يسمحوا بأن يكون العراق ساحة للصراع وأن لا يكونوا أدوات له، مؤكدة أن خلاص العراق يكون بدعم ثورة شبابه حتى يتحرر العراق من الاحتلالين. إذن ما زالت المنطقة تدور في فلك التفاعلات السياسية التي ولدها قتل قاسم سليماني، الحدث الذي يرى فيه بعض المراقبين خطوة أولى على طريق تحجيم النفوذ الإيراني في المنطقة، بينما يراه آخرون انعكاسا لتوافق أمريكي إيراني ضمني كما جرت العادة منذ سنين بين الطرفين بحسب أهل هذا الرأي على إطلاق ذراع طهران في المنطقة العربية، وسط حديث عن خروج أمريكي وشيك منها.
للحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الأستاذ نبيل شبيب الكاتب والصحفي، وعبر سكايب من لندن الأستاذ جعفر الهاشمي الباحث السياسي. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ من لندن معك أستاذ جعفر. قرار قتل رجل بحجم وقيمة قاسم سليماني بالقيمة السياسية والعسكرية والاستراتيجية التي يتمتع بها إيرانيا ليس سهلا ولا بسيطا، لابد أن يكون قرارا معقدا ومدروسا بكل تداعياته. برأيك ماذا وراء هذا القرار؟ ما دوافع قتل قاسم سليماني أمريكيا؟ بداية تحية طيبة لك ولضيفك الكريم وللمشاهدين الأعزاء. أهلا وسهلا. حقيقة الأمر لا نستطيع أن نحلل أو نفهم الدواعي لقتل سليماني إلا بعد أن يكون لدينا تصور واضح من طبيعة العلاقة بين إيران وبين الولايات المتحدة الأمريكية. وهناك ثلاث فرضيات في هذا السياق. الفرضية الأولى التي يبديها النظام الإيراني والولايات المتحدة الأمريكية وهي العداء الحقيقي بين إيران وبين أمريكا. وفي هذا السياق هناك من يرى بأنه ما حصل هو يأتي ضمن العداء المستمر والصراع بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. الفرضية الثانية التي ترى بأن إيران أساساً هي صنيعة، والنظام في إيران أساساً هو صنيعة للولايات المتحدة الأمريكية، وأن هذا النظام ينفذ أجندة أمريكية وهو تابع للولايات المتحدة الأمريكية، يرون بأنه ما كان يقوم فيه سليماني وأمثال سليماني قد انتهى ونحن أمام مرحلة جديدة، وبناء على ذلك ينبغي التخلص من سليماني، ويرون بأنه حصل اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران لتصفية سليماني. وربما يستندون لهذا الرأي بأن سليماني كان يقوم بدور الوساطة، وهذا الأمر صرح به عادل عبد المهدي حينما أشار أنه كان من المقرر أن يلتقي سليماني بعد يوم عن مقتله، لأنه كان يحمل ردا من قبل إيران إلى المملكة العربية السعودية. الفرضية الثالثة في هذه العلاقات هي فرضية التخادم والشراكة القائمة على أساس المصالح والمنافع بين الجانبين. فكلما كانت هناك مصلحة يلتقيان، وكلما كان هناك خلاف عن المصلحة يتصارعان. على أقل تقدير نستطيع حتى الآن أن نقول بأنه ربما هذه الفرضية قد تكون أقرب إلى التحليل وأقرب لما نمتلك من معطيات في هذا السياق. نحن نعرف بأنه سليماني طيلة الأعوام الثلاث أو الأربعة لعب دورا جدا كبيرا في المنطقة، وزاحم الولايات المتحدة الأمريكية على مناطق نفوذها في الشرق الأوسط ولا سيما في العراق. وبعد الانتخابات في العراق، الانتخابات الأخيرة، كان هناك تصريح واضح لسليماني بأنه استطعنا هذه المرة أن نغلب الولايات المتحدة الأمريكية بثلاث أهداف مقابل صفر. وهذا يعكس الدور الذي كان يقوم فيه سليماني في العراق، والذي تطور من دورا عسكريا إلى دور ثقافي وأيضا دور سياسي. نعم. من جانب آخر نحن نعرف أن دونالد ترامب تغيرت رؤيته تجاه إيران، وأيضا كان من الصعب عليه تحمل كل هذا التوسع وكل هذه الهزيمة الولايات المتحدة الأمريكية في إيران. هذا كعامل أساسي. نعم. في الواقع يدفع بنا للقبول بهذه النقطة، أن هناك إرادة وهناك عزم من قبل الإدارة الأمريكية لاصطياد سليماني، لكنما هذا وحده لا يكفي، بل أن هناك عامل توقيت في غاية الأهمية. سنتحدث عن التوقيت بعد قليل لو أذنت لي أستاذ جعفر. لو سمحت أكمل هذه الفكرة. طيب، لأنه سأسألك بعد قليل عن التوقيت. ربما يعني أحتاج منهجيا إلى تأخيره قليلا لو أذنت لي. أنت ذكرت بأن هناك إرادة وعزم أمريكي لاصطياد كما وصفت قاسم سليماني، وربما يدلل على ما تفضلت به موافقة الجمهوريين مباشرة على هذه الخطوة. أريد أن أعود إلى الاستوديو لأسأل الأستاذ نبيل، يعني
يعني أكبر دولة في العالم، صاحبة أقوى اقتصاد في العالم وأقوى جيش في العالم، وعندها قواعد منتشرة تحيط بإيران إحاطة السوار بالمعصم، ومع ذلك هي تصطاد رجلا مثل قاسم سليماني من الجو بالطيران. لماذا أقوى دولة بهذه المواصفات تقتل رجلا في بغداد؟ يعني عمل من هذا القبيل وعمل سياسي عموما أو حتى حادثة اغتيال بهذه الصيغة، الواقع لا يكون لها دافع واحد نستطيع أن نركز عليه، إنما يمكن أن تكون هناك عدد من الدوافع تختار ما تشاء منها أو معها، يعني تأخذها جملة وليس تفصيلا فقط. هناك الواقع من يتحدثون عن العامل الداخلي لترامب في هذه الفترة بالذات، في هذه الفترة الواقع هو يحتاج إلى عمل يستعيد به مركزه مكانته ليستعين به في مواجهة الديمقراطيين في قضية محاولة عزله إلى آخره، تجديد الشعبية، تجديد اللغة التي يتحدث بها إلى شعبه عامة قبل في مع سنة الانتخابات الحالية. إذن هناك الواقع عامل داخلي قد يكون أحد أسباب. الأمر الثاني الواقع، العلاقة مع إيران علاقات تاريخية، كانت دائما علاقات تصعد وتهبط، يعني بمعنى كان هناك الحصار، كان هناك الاحتواء، كان هناك الاحتواء المزدوج فترة من الزمن، وكان يعتمد على هذه العلاقة بأن هذا ما تفعله إيران في المنطقة يمكن أن يدفع الدول الأخرى إلى التبعية للولايات المتحدة الأمريكية عسكريا أمنيا إلى آخره. ولكن كان هناك أيضا فترات تعاون جرت في أفغانستان وجرت في سواها بما في ذلك العراق، الذي الوضع في العراق الواقع بدأ بالاحتلال بالحصار الأمريكي ثم الاحتلال وليس بالحرب العراقية الإيرانية، وأصبحت إيران الواقع استطاعت أن تدخل على أكتاف الاحتلال الأمريكي إلى حد كبير. إذا هناك الآن في هذه الفترة إيران حققت كثير من الأشياء التي كان يؤمل أن تحققها أمريكيا، بمعنى ضرب الثورات العربية، الفوضى الخلاقة أو الفوضى الهدامة التي نشرت في المنطقة، الآن وصلت إلى مرحلة معينة تستطيع أن تتصرف فيها بمفردها أو تتطلع إلى ذلك أن تصبح قوة إقليمية ليست خاضعة أو ليست مرتبطة لقوة دولية، ويراد تحجيمها بهذا المعنى. وهناك العامل الثالث الذي أود الإشارة إليه على عجالة أيضا، وهو عامل أن الصراع القائم في المنطقة هو صراع نفوذ طرفين الإيراني والإسرائيلي، وكل ما تمددت إيران أكثر بشكل يمكن أن يعرض إسرائيل للخطر يمكن الواقع أن تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية من أجل تحجيم دور إيران في التنافس بينهما على الهيمنة في المنطقة. ولا أميل إلى الأشياء التي تقال حول قضية التفاهم والتراقي وعقد المؤامرات الخلفية ما بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. طيب أعود مرة أخرى إلى لندن، يعني أريد أن أسألك عن وما كنت تريد أن تتحدث عنه، قضية التوقيت، ما علاقة التوقيت بقتل قاسم سليماني؟ ثم أريد منك تعليقا عن أن ثمة من يرى في عملية قتل قاسم سليماني برمتها تعبير بشكل أو بآخر عن حالة ارتباك أمريكي أو شعور واشنطن بأنها في المنطقة ليست على ما يرام، وإلا ما الذي يدفع هذه الدولة الكبيرة لاصطياد هذا الرجل وما ينتج عن ذلك من توتر؟ والحقيقة ما أردت أقوله هنا هو أن ترامب كان يعول كثيرا على العقوبات الاقتصادية، ورغم أنه ضيق الخناق على إيران ووصل إلى هدفه المقطعي وهو تحريك الشارع في داخل إيران على النظام، لكنما انتهت هذه الاحتجاجات واكتشف بأنه هذه الأدوات هي لم تستطع أن تحقق الهدف الغائي وهو تغيير النظام في داخل إيران. هذا بالنسبة إلى داخل إيران. أتصور بأنه العامل الأساسي والجوهري الذي دفع دونالد ترامب قد يكون عاملا فرديا ونفسيا. ما يهم دونالد ترامب ليس هو حتى المصلحة الوطنية للولايات المتحدة الأمريكية. من يقرأ سيكولوجية دونالد ترامب يكتشف بأنه الرجل لا ينظر لشيء إلا لبقائه في السلطة، عينه على الانتخابات المقبلة. وهناك ممن حوله من الخبراء قد أوعزوا له وأوحوا له بأن الذي سقط الديمقراطيين في الشارع الأمريكي في الماضي هي الحادثة التي حصلت في بنغازي. وربما من يستمع إلى أو يراجع تصريحات دونالد ترامب بعدما حصل في السفارة الأمريكية في العراق يلاحظ بأن الرجل صرح كثيرا بأننا لا نسمح
بتكرار هذه الحادثة مرة أخرى على الإطلاق. وبناء على ذلك أرى بأنه حصلت له فرصة سانحة للتخلص من قاسم سليماني، ليس لحصول مكسب جديد ما، وإنما خوفا من أنه السيناريو في بنغازي سوف يتكرر، وهذا سينعكس سلبيا على الوضع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو لا يحسد على ما هو فيه الآن. وبناء على ذلك نستطيع أن نفسر بأنه القرار فيه نكهة من الارتباك، وهو قرار أتفق معك بأنه كان قرارا شبه مرتبك، وأراد أن يبرهن على أو يخلص أو يتخلص من سليماني بمجرد ما وصلته تقارير استخبارية بأنه هذا الرجل موجود هناك ويجب القضاء عليه. أتصور بأنه يمكن تفسير هذا الارتباك في هذا السياق. طيب أستاذ نبيل، يعني هناك من كتب وقال، حتى يعني لمح إلى هذه القضية أحد سفراء النظام السوري السابق في طهران، بأنه قاسم سليماني صار في الأونة الأخيرة رجلا قويا جدا في إيران، وصار يسيطر على الملف الخارجي، بل صار يزاحم علي خامنئي نفسه، يضغط عليه في قضية الحرس الثوري الإيراني، وبالتالي لابد من الخلاص منه. يعني الخلاص منه عملية فيها مصلحة مشتركة بين الأمريكيين والإيرانيين. ما نجاعة هذه الرؤية وهذا التحليل في نظام سياسي مثل النظام الإيراني؟ يعني لا أميل إلى هذه الأقوال، طلعت عليها، لا أميل إليها، لأن الواقع أصبح رمزا ولكنه لا يزال خاضعا لسلطة الخامنئي. هو رجل قوي في السلطة ولكن ليس بالشكل الذي يمكن أن ينافس خامنئي على الزعامة أو يضغط عليه بهذه الصيغة، لأن الواقع التركيبة الإيرانية للزعامة هناك كمرشد للثورة كما يسمونه، وهي إلى حد كبير تراتبية دينية بالمفهوم الإيراني لها. حتى لو كان هناك توافق بين في الجناح، يعني في الجهاز الأمني الإيراني، جناح إصلاحي يريد أن يرتب العلاقة مع أمريكا، وسليماني هو حجر عثرة في طائفة. يعني أنا أبتعد الواقع عن التكهنات التي لا أجد لها دليلا. هو يمكن أن تجد أن هذه الصورة صورة مناسبة ملائمة جميلة متناسقة بأبعادها، ولكن هل لدينا دليل في ذلك؟ ولماذا يتصلون ببعضهم بعضا بهذه الصيغة من أجل التآمر على أنفسهم؟ يعني الضربة التي أضرب فيها قاسم سليماني رغم أنها هي ضربة لرجل، لكن في نهاية الأمر لرمز، وهذا الرمز إلى حد ما يعني يؤثر بالتركيبة الإيرانية، وخاصة أن لا يأتي الرد إلا بشكل ضعيف كما أتى. يعني يمكن أن تتأثر الزعامات الإيرانية داخليا، فلا أستطيع الواقع الميل إلى القول بأن هناك اتفاق خارجي. قد يكون هناك هذه الأمور تجري على طريق ما يسمى الاتفاقات الضمنية، يعني عن طريق تصريحات معينة، عن تصريح يعني هو قتل سليماني مقابل قتل رجل أمريكي، يعني بمعنى أنه إذا قتلته، يعني إذا أصيب أحد جنودنا يمكن أن نصنع كذا وكذا، ويمكن أنه يعني نمضي في درجة التصعيد إلى درجة تالية. ولكن لا أعتقد بأن هناك تفاهم كلي، تفاهم حقيقي خلف الكواليس كما يقال، من أجل أن تقوم أمريكا بقتل رجل تتخلص منه الجماعة الإيرانية في السلطة. يعني أنت قلت أن قاسم سليماني رجل رمز في إيران، ومع ذلك بالرغم من رمزيته إن لأن إيران لم ترد ردا يتناسب مع رمزية قاسم سليماني، نريد أن نبحث في ثنايا هذا الرد ودلالته. بضعة صواريخ سقطت على العراق وقاعدة عراقية أمريكية مشتركة. بعد الفاصل لو أذنت لي، هذا فاصل قصير يتبعه عودة لمواصلة الحديث. أسعدكم الله، ما زلنا سويا في الحديث عن دوافع قتل أمريكا القائد البارز في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني وتداعيات ذلك على المنطقة العربية. أستاذ جعفر،
يعني قاسم سليماني تبعته موجة غضب شديدة إيرانيا، والعالم ربما ترقب حربا في المنطقة، ومع ذلك هذه الحرب لم تندلع، بل على العكس، يعني إيران اختارت طريقة أنه بضعة صواريخ أن تقصف العراق وقاعدة موجود الأمريكيون فيها، بل ثمة من قال بأن العراقيين أخبروا، وهذا ورد على لسان عادل عبد المهدي أنهم أخبروا بهذا. طيب يعني كيف تفسر هذا الرد مع رمزية قاسم سليماني؟ بداية ينبغي أن نعرف بأن النظام الإيراني هناك مفهومان، هناك مفهوم يسمى الجمهورية الإسلامية، وهناك مفهوم يسمى الجمهورية الإسلامية الإيرانية. كثير ممن في الداخل في إيران يرى بأنه الرئيس للجمهورية الإسلامية الإيرانية هو روحاني، ولكن ما يرون بأنه رئيس الجمهورية الإسلامية والتي هي تشمل إيران وأطرافها من بقية الدول هو ليس روحاني، هناك دولة أخرى يقودها سليماني. سليماني في غاية الأهمية إلى النظام الإيراني، ليس للإيرانيين، ليس للشارع الإيراني، بل للنظام الإيراني، لأن النظام الإيراني اليوم يعتاش على محيطه، لا يعتاش على داخله، لا يعتاش على شارعه. هناك شارع منتفض، هناك شارع يريد أن يغير هذا النظام، وبناء على ذلك سليماني في غاية الأهمية، هو الثروة، وهو المتنفس الوحيد لخروج إيران من مأزق الخناق الاقتصادي، وهذا ربما هو أمر آخر عزز في قناعة. أستاذ جعفر، وهذا ما يثير الاستغراب عن طبيعة الرد الإيراني، حتى الآن لم يرقى إلى مستوى أهمية الرجل في إيران. صحيح، في الشارع، في داخل الشارع الإيراني سليماني ليس بهذا المستوى الذي نحن نعرفه في خارج إيران، هذه نقطة. النقطة الثانية، أن أتصور بأنه مقتل سليماني استطاع أن يستعيد جزءا كبيرا من الشارع الإيراني إلى النظام. ثانيا، النظام الإيراني هو نظام براغماتي، وهو يحسب حساباته بشكل دقيق، واستراتيجيته للتصادم مع الولايات المتحدة الأمريكية كانت استراتيجية معلقة على نتائج الانتخابات المقبلة في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك كان تقدير سيء للنظام الإيراني حينما كان يعربد ويهدد الولايات المتحدة الأمريكية، لم يكن يتصور بأي حال من الأحوال أن دونالد ترامب سوف يهاجمه عسكريا. الآن حينما رأى بأنه هاجمه عسكريا تراجع إلى الخلف، لأنه يدرك قدراته العسكرية وهو غير قادر وغير مستطيع بأن ينازل الولايات المتحدة الأمريكية. في جوار هذا أتصور بأن هناك وساطات حاولت وتحاول بعضها إلى الآن أن تقدم مكاسب سياسية تتعلق بالأمور الاقتصادية وتخفيف وطأة الحصار وإعطاء دورا أو هامشا لإيران مثلا في لما تريده في المنطقة. هذه الوعود كلها ساهمت بأن النظام الإيراني حقيقة لن يتخذ قرارا في النزول عسكريا، لأنه كان يعرف أن النزول عسكريا سوف يدمر النظام ويدمر إيران بشكل واضح. نعم. أخذ هذه التهديدات على محمل الجد، وبناء على ذلك أتصور بأنه تنازل وتراجع عن كل هذه التهديدات. هذا لا يعني بأنه سوف لن يرد، ولكنما الرد ينبغي أن يكون بالوكالة. نعم. ولو يعني أؤجله قليلا. نعم. وهذا سمعناه ليس بالمناسبة ليس اليوم، سمعناه في حملة أرامكو من ثاني رجل في النظام الإيراني وهو ولايتي، حينما حاول يفصل ويقول بأن بعض الفصائل أو بعض الميليشيات في العراق لسنا على صلة بها ولن نأمرها بشيء، وإنما هي تتملق وتريد أن تعرض عضلاتها للدفاع عن الجمهورية الإسلامية. طيب. هذا الحديث تكرر أمس من روحاني حينما أراد أن يوصل هذه الرسالة للولايات المتحدة الأمريكية بأنه نحن ليس لنا أي رد على عسكري على الولايات المتحدة الأمريكية. نعم. وهذه الميليشيات إذا ما أرادت أن تقوم بشيء فهي التي سوف تدفع الثمن، لسنا نتصل بها وليس لنا أي قرار عليها. لكن يعني كلامك ما تفضلت به ربما يختلف معك، يعني مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي عندما قال وجهنا صفعة للأمريكيين، وهنا أريد أن أسأل أستاذ نبيل،
يعني لا يوجد أحد في العالم يستطيع أن يقصف قاعدة عسكرية فيها قوات أمريكية إلا إيران، وجهت 12 صاروخا. صحيح أنها لم تقتل جنودا أمريكيين ولم تدمر المبنى الذي يعيش فيه الأمريكيون، لكنها في النهاية قضية اعتبارية، يعني مست هيبة أمريكا. هل الأمر كذلك كما قال علي خامنئي بأنها صفعة لأمريكا، أم هو استعراض مثله دونالد ترامب بقوله الأمور على ما يرام؟ إيران تراجعت، يعني الصفعات لأمريكا بالمعنى الحقيقي ليست هي هذه الأشياء التي تجري بإيران تجاه أمريكا. الواقع إلى حد كبير صفعات كلامية لها أول وليس لها آخر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هذا هتاف دائم، يعني هذا لا يؤدي إلى شيء. والعمل العسكري الذي قامت به إيران الآن كرد على مقتل سليماني، الواقع لم يكن على الإطلاق عملا عسكريا يشكل خطر لا على الولايات المتحدة الأمريكية كدولة ولا على جنودها في المنطقة، وكانت محسوبة 100%. وكانت كما يعني تواترت الأخبار بأن هناك نوع من المؤشرات، الإشارات التي أعطيت، يعني تحركت نوع معين من الصواريخ التي يمكن يسهل رصدها ويسهل معرفة بأنها تصيب بالهدف أو لا تصيب إلى آخره. المنطقة الواقع كانت معروفة قبل فترة كافية لإخلاءها من الجنود الأمريكي. يعني كل هذه الأمور مع بعضها بعضا تشير إلى أنها أمريكا نفسها تريد أن تعطي إيران فرصة أن تقول أنك صفعت أمريكا، يعني هذا المعنى. المؤسسات الأمريكية تريد أن تقول نعم يا إيران، يعني يمكن أن تستمتعي بالدعاية الإعلامية الداخلية قدر الإمكان والحشد الذي تريدينه، ولكن الأمر أبعد من ذلك بكثير. في اعتقادي أن الواقع أمريكا وصلت بهذه العمل المركز، لأن ضرب رمز معين عسكري ليس أمرا بسيطا، ولو كان قوة أمريكا توجه إلى رجل عن طريق صواريخ كما فعلت إسرائيل بأحمد ياسين على سبيل المثال، يعني هذا ليس قضية استعراضا للقوة، إنما إشارة بأنه لم تكفي الضغوط الاقتصادية والحصار الخانق بما وصل إليه من أجل تطويع إيران للدخول في مفاوضات مع أمريكا حول اتفاق جديد بديل عن الاتفاق النووي السابق. وهذا أنه يمكن أن ننتقل بشكل ما إلى جوانب عسكرية إن لم يحدث هناك تجاوب قريب. فهذا ما أعتقد بأنه سبب أن الضربة ضعيفة، وإيران بالنهاية الواقع بكلمة بسيطة عاجزة عن أن ترد ردا حقيقيا. لماذا عاجزة عن أن ترد ردا حقيقيا ولديها أذرع في المنطقة منتشرة وتسيطر على الممرات المائية للنفط العربي؟ أريد أن أسأل تقدر أستاذ عواقبة. جعفر، نعم. طيب أستاذ جعفر، يعني هل يعقل أنه كل هذه المذلة التي وصفها كثير من المراقبين بأنها تعرضت لها إيران بقتل قاسم سليماني، كل هذا لا يقابله رد حقيقي؟ يعني هل سيسكت الإيرانيون أم أن يعني هم اختاروا الرد الاستعراضي كما يعني فهمت من كلامك هذا الرد إلى ترحيل الرد الحقيقي عبر سلسلة خطوات أخرى مقبلة يمكن أن تكون على شكل أرامكو مثلا، خصوصا اليوم هناك محققون دوليون يقولون إن الحوثيين لم ينفذوا هجوم أرامكو، هل ثمة خيارات إيرانية للرد على الأمريكيين؟ أولا أدبيات الصفعة هي أدبيات يعرفها الشارع الإيراني، ودائما نسمع هذه المصطلحات، المصطلحات المنمقة، والسلطة في إيران أيضا تستخدم هذه، لأن هذه المصطلحات لأجيال في إيران ولديها مدلول نفسي وعاطفي بالتأثير ودغدغة مشاعر الإيرانيين. هو نفسه سليماني بعد مقتل ماغنية كان له نفس التصريحات، وما حصل في هجمات إسرائيل على القواعد الإيرانية في سوريا أيضا نفس التصريحات. دائما الإيرانيون يصرحون بهذه اللهجة العالية وبهذه الكلمات القوية. أنا أرى أنه بالعكس، يعني أمس ظهر خامنئي في متماسكا، حاول أن يكون هادئا، استخدم مفردات جدا ملائمة، لن نجد لديه أي نوع من التهديد، وهذا ولكن أراد في نفس الوقت أن يوصل رسالة إلى هذه إلى الشارع بأنه نحن وجهنا صفعة. اليوم مسؤول بارز في الحرس الثوري الإيراني قال هناك ردود مقبلة على أمريكا، لم ننتهي بعد. هو خامنئي أيضا تحدث بهذا، قال أنه هذه الصفعة العسكرية وأمثالها الولايات المتحدة الأمريكية الرد عليها يترجم فقط بأن تجلي من المنطقة، بأن تذهب من المنطقة
وهذا لا يكفيها العمل العسكري. هذا ما قاله أمس خامنئي، وما معنى أنه أدرك بأنه ليس لديه قوة عسكرية من خلالها يستطيع أن يرد على الولايات المتحدة الأمريكية، وينبغي أن يتخذ خطوات تتعلق في الأمور السياسية وأيضا التفاهمات حول المنطقة. وأعتقد أنه هذا سوف يكون تحديا بالنسبة للمستقبل إذا ما حصل هناك من تفاهم بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. أتصور بأنه الرد الآن سوف يكون في إطار، هكذا يرى، لأن خامنئي يعرف بأن الرد إن أراد يرد على الولايات المتحدة الأمريكية ويبقى في النظام بالنتيجة يحتاج إلى أدوات أخرى تسانده، ولم تتوفر هذه الأدوات لديه، لذلك تراجع وتأريخ النظام في إيران بالتراجع والهزيمة حينما يرى أنه يشتد الوضعية، هو معروف خاصة بالحرب العراقية الإيرانية، ونحن عشنا هذه الأجواء وندركها بشكل دقيق. وكنا نقول ما ناهيك عن أنه لا قاسم سليماني بهذا الحجم الذي طرحه الإعلام الغربي والإعلام العربي، ربما إذا تنظر للإعلام الإيراني لم يكن قاسم سليماني حتى يشكل 10 أو 20 أو 30% من هذا المستوى الذي طرح، كذلك هيبة والقوة العسكرية بالنسبة للنظام الإيراني اكتشفناها بالأمس وسوف نكشفها بالمستقبل أنه لا يمكن أن تقارن حتى بالنسبة إلى كثير من الدول المحيطة بها. نعم. وهذا الواقع يدركه خامنئي قبل أن أدركه أنا. جميل جميل. طيب أستاذ نبيل، يعني لو نقلنا الحوار إلى مساحة أخرى ربما لم يجري الحديث عنها في الحلقة هذه، ألا يمكن أن يكون ما حصل هو ثوران بركان كان يغلي تحته، كان هناك غليان في العلاقة بين الجهتين وقد ثار البركان وحان أوان اتفاق بين الجهتين على أن تكون مثلا إيران هي الشرطي المعترف به أمريكيا لإدارة ملفات المنطقة، خصوصا وأن هناك استفاض الحديث عن خروج أمريكي وشيك من المنطقة؟ ألا يمكن أن يكون ما حصل هو مقدمة لهذا؟ يعني التجارب التاريخية للعلاقات الإيرانية الأمريكية لا تؤكد ذلك، وإنما تؤكد عكس، أنها إيران قامت بدولة وظيفية أكثر من مرة في المنطقة إلى حد كبير في حدود ما يحقق مصالح الغربية عموما والأمريكية تخصيصا، خاصة في منطقة الخليج بشكل مباشر. الآن بقضية ظهور الثورات العربية أصبح لها دور إضافي، ولكن لا أعتقد بأن هذه ثورة بركان لنقلة أخرى في هذا الاتجاه، وإنما ربما العكس تماما. يعني بعد أن ماذا تريد إيران الآن أن تفعل أكثر مما فعلت في سوريا في اليمن، في يعني تحركت بما فيه الدفاع وفي العراق أولا، يعني أن تتحرك أكثر من ذلك غير مطلوب لا عربيا ولا أوروبيا ولا أمريكيا بشكل حقيقي، وإنما يجب أن تلجم. وبالتالي لا يمكن أن أقول والله هناك بركان يبشر باتجاه جديد الآن يعيد لإيران قدرتها من جديد من أجل أن تتحرك. والواقع كل السياسة خلال 4 سنوات الماضية أو 3 سنوات الماضية في عهد ترامب، علما بأن ما يحكم القرار الأمريكي ويصنعه هو المؤسسات الأمريكية سواء في عهد الجمهوري أو العهد الديمقراطي في نهاية المطاف، لكن ترامب كسر هذه القاعدة أكثر من مرة، يعني كسرها الواقع إلى حد ما لأنه له أسلوب جديد، ولكن وصل إلى الحكم لأن له هذا الأسلوب المناسب في هذه الفترة، فهم يحتاجون إليه، يعني القوى الحقيقية التي تصنع القرار في أمريكا يحتاجون إلى رجل مثل ترامب بعد رجل مثل أوباما من قبل. بالتالي الواقع وصل إلى مرحلة معينة من أجل أن يصنع أشياء بهذا الأسلوب في هذا، ويبرئ الساحة الأمريكية ويبرئ بقية المؤسسات يعني بشكل غير مباشر. أنت من أنصار القائلين بأن الضربة هذه قتل سليماني هدفها رسالة أمريكية بأنه يجب أن يعني أن تتراجع إيران. إيران إلى حدودها؟ لا، تتراجع إيران من ناحية طريقة تصرفها ألا يكون لصالحها فقط، وإنما أن يكون الواقع في إطار الذي يمكن أن تصنعه الولايات المتحدة الأمريكية إقليميا لهذه المنطقة كما تراه. طيب أريد أن أسأل أستاذ جعفر في لندن، هل كتب الرد الإيراني الذي يعني وصفه المراقبون بأنه رد متواضع للغاية، هل كتب نهاية الأزمة بين البلدين، أم أن تعقيدات الملفات بينهما يعني تحمل في طياتها كثيرا من التطورات في المرحلة المقبلة؟ قطعا ولم ينهي عقلية الرد الإيراني، هي تبقى تعيش لديهم، لكن ما أتصور بأنه الأولويات اختلفت. أنا ربما أختلف مع هذا النظر بأنه نحن نركز فقط على المنطقة وعلى العراق،
ما يهم الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المرحلة وترامب بالخصوص هو ليس مسألة الشرق الأوسط أو التهديدات الإيرانية أو النفوذ الإيراني بقدر ما هو إخضاع إيران وجعل شريكا منها إخضاعها إلى الملف النووي وإثبات كلمته بأنه استطاع أن يلوي ذراع إيران وأن يخضعها لإرادته. لكنما بعد هذه المرحلة لا أستطيع أن أجزم بأن هذا الإخضاع سوف يكون لصالح المنطقة، بل بالعكس أرى بأنه من الممكن أن تكون هناك تقارب بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران على إعادة تقاسم النفوذ في المنطقة وإدارة المنطقة بشكل مشاركة بينهم، وهذا هو التحدي الأكبر الذي ينبغي أن ننتبه إليه في المستقبل. وهذا ما سنبحثه بعد الفاصل. تداعيات هذا ما حصل بين أمريكا وإيران على الساحة العربية، نتوقف مع فاصل قصير قبل العودة لاستكمال ما تبقى من الحلقة. أهلا بكم إلى الجزء الأخير من هذه الحلقة أستاذ نبيل. في عام 2019 كان لافتا أن أي ملاسنة كلامية بين الإيرانيين والإسرائيليين كانوا يفرغون شحنات غضبهم في سوريا، لكن في 2020 يبدو أن الأمريكيين والإيرانيين اختاروا ساحة العراق، يعني تلاسنا فغضبا في العراق، قتلوا سليماني في العراق ورد الإيرانيون على أراضي العراقية. السؤال هو المطروح الآن، هذه الأزمة بتفاعلاتها كيف ستنعكس على الساحة العربية وتحديدا العراق؟ يعني بدأت أنت بالتحرك الإسرائيلي في سوريا، والواقع لا شك في ذلك بأن هناك تراجع للوجود الإيراني في سوريا، ولكن تعمل من تحت الطاولة إذا صح التعبير، يعني عن طريق الأمور غير العسكرية بشكل مباشر أكثر مما كانت في السنوات الماضية، لأن وظيفتها في سوريا إلى حد كبير قد أدي. لا يوجد تراجع، لكن لا يوجد قتال الآن. لا التراجع بمعنى أن المرحلة اللي كان فيها القتال يومي وكان فيها الشهداء وكان فيها احتلال مدن وبلدات إلى آخره، هذه التي انتهت. الآن يحاولون استنفاذ معظم جهودهم في البنية التحتية لسوريا، البنية السكانية، التغيير السكاني إلى آخره، يعني في مجالات أخرى يشتغلون عليها باستمرار. ولا ووظيفة الواقع إخراج إيران من سوريا إلى حد كبير متروك لروسيا في هذا الإطار، لأنها متنافسين من جهة ومن جهة أخرى هي الأقدر على التحكم بالأوضاع. رغم ذلك الواقع دور إيران في سوريا يضعف من خلال مقتل سليماني، أنه كان الرجل رقم واحد في عملية دعم الأسد في مواجهة الثورة في سوريا، بالتالي كان هو الرجل المباشر الذي أحيانا يتجاوز المسؤولين الآخرين على المستوى السياسي، ويمكن تكون الصلة مباشرة مع خامنئي عن طريق قاسم سليماني. لكن أريد أن أبقى معك أستاذ نبيل، يعني اللافت أنه ثلاث دول الكبرى في أوروبا مثل فرنسا وألمانيا وإنجلترا أدانت الهجوم الإيراني على القاعدة العراقية التي فيها قوات أمريكية، لكن الإدانة كانت لأنه هناك قوات تحالف وقوات أمريكية وليس لأنه اعتداء على سيادة العراق، بينما يقول المسؤولون العراقيون بأنه نحن نشجب نحن نستنكر، لكن لا يبدو أنه يؤبه لكلامهم. التداعيات المقبلة على العراق برأيك كيف يعني ستكون؟ يعني التداعيات في العراق أهم من سواها، أولا لأنه مجاور لإيران، ثانيا لأن ما أنفقته إيران من أجل تثبيت نفوذها في يعني على مدى سنوات عديدة منذ عام 2003 مع بدء العدوان الأمريكي والاحتلال الأمريكي حتى الآن، الواقع أنفقت وهي مباشرة الجدار المجاور لها، يعني إذا كانت ضعف موجودها في إيران في العراق يضعف في بقية المنطقة على جميع الأحوال بما في ذلك
سوريا واليمن وسواها. بالتالي هناك تركيز كبير، ونحو الواقع إلى حد كبير كانت هناك الدعاية الإيرانية على أن هذه الضربة على شكل غير مباشر، هذه الضربة أدت إلى أمرين. الأمر الأول هو أن الحشد الإيراني الداخلي رجع إلى سابق عهده وراء القيادات، يعني أصبح يعني يتحرك وراء قيادته بعد الاضطرابات التي جرت والاحتجاجات التي كانت من قبل فترة قصيرة. وأيضا هناك تحرك الذي قيل عن وجوده في العراق أنه ضعف، لم يعد هناك مظاهرات احتجاجية ما يسميه العراقيون بشكل واضح ثورة تشرين على نظام الحكم ومن أجل خروج إيران، لم يعد بالقوة التي كانت سابقا. كما أقول الواقع هناك نوع من تعميم لهذه الأمور، يمكن أن يكون هناك تحقيق لجزء منها ولكن ليس كبيرا. ولكن إيران لا شك بأنها كلما ازداد الحصار المالي عليها وليس الضربة العسكرية بمعنى توجيه صاروخ على أحد القادة فيها، أحد القادة والجنرال فيها، كلما ازداد الحصار المالي عليها أصبحت قدرتها ضعيفة على التأثير في الساحة العربية. هذه في مقدمة التداعيات المتوقعة. طيب أستاذ جعفر، هل يمكن لما حصل أن يمهد الطريق لسيطرة إيران على العراق بشكل كامل على طريقة السورية بأنه خذوا العراق لكن أبقوا منابع النفط بالنسبة لنا، خصوصا وأن الميليشيات العراقية المرتبطة بإيران تمويلا وقيادة هي مزمجرة، يعني تهدد وترعد وتزبد بأنها ستفعل وستفعل، هل هذا السيناريو ممكن أن يتحقق؟ طبعا هذا ما نخشاه، ولكن لا أتصور أنه يتحقق. أولا نحن سمعنا أنه عادل عبد المهدي كان يقول ولا زال يقول بأنه ما حصل لي من إقالة وطارد كان نتيجة إرادة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بسبب ذهابي إلى الصين وعقد تفاهمات مع الصين، وإن كان هذا له حقيقة، ما معنى ذلك بأن هناك تحدي كبير. نحن نعرف أن هناك تحدي وهناك صراع، وأبرز عدو الآن للولايات المتحدة الأمريكية في العالم هو الصين. الولايات المتحدة الأمريكية تذهب إلى تخوم الصين، فكيف تسمح للصين يأتي يأخذ هذه اللقمة السائغة التي بذل أو صرف لها دونالد ترامب تريليونات من الدولارات وأكثر من 5000 دقيقتين في العراق؟ هذا تحدي. وثانياً العراق هو نقطة الوصل بين سوريا وبين لبنان وبين إيران، وصنعت منه جسراً للدخول إلى هذه المناطق وتوسيع نفوذها، وأدرك هذه القضية الأمريكان في نفس الوقت. ولذلك نرى أن هناك أسرار، هناك قول بأنه سوف نبقى في العراق وسوف نستقر. إذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية الخروج من العراق، هذا سوف يكون معنى أن تحول العراق إلى إحدى المحافظات الإيرانية. هو ربما هناك الآن جزء من النزاع على النفوذ بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران، ولا نستطيع أن نقول حقيقة بأنه كل العراق الآن هو تحت الهيمنة. ولكن إذا ما قررت الولايات المتحدة الأمريكية ترك العراق في هذا المستوى وعلى أن تقدر بدون خلق نوع من التوازن بينها وبين إيران، سوف تكون كارثة. طيب إذا ما كان هذا السيناريو، إذا ما كان هذا السيناريو قابلا للتحقق، وعبرت عن خشيتك ككثير من المراقبين من تحقق هذا السيناريو، ما الذي، وأرجو الاختصار في الإجابة، ما الذي يمكن للعرب أن يفعلوه حتى لا يتحول العراق إلى كما وصفت أنت محافظة إيرانية أو تهيمن عليه بالكلية؟ تصور بأن الولايات المتحدة الأمريكية وبعد تجربتها مع إيران سوف لن تثق، لأن الإيرانيين يعطوها وعدا بأنها سوف نعطيك حصتك من الكعكة، وإنما هي تريد أن يكون لها هناك نفوذ ميداني في الشارع كما الإيرانيين، لأنه يرون بأن العرب، العرب ماذا يمكن أن يفعلوا للحلول دون تحقق هذا السيناريو أستاذ؟ هذا ما أريد أقوله. حينما تنظر الولايات المتحدة الأمريكية هكذا، معنى ذلك سوف يفتح المجال إلى العرب من أجل أن يصلوا إلى الشارع العراقي ويمدوا يد العون الشارع العراقي والانتفاضة العراقية، ويمهدوا الطريق لبناء دولة فيها هامش على أقل التقديرات واسع للشارع العراقي. بهذه الطريقة نستطيع أن نقول يمكننا أن نحصن جزءا كبيرا من العراق أمام الابتلاع الإيراني من المستقبل.
أشكرك أستاذ جعفر. يعني ذكر نقطة بأنه أمريكا تحاول أن تفتح الطريق للعرب كي يتدخلوا في العراق ولا تهيمن إيران عليه، وربما يعني يخدم هذا التحليل ما قاله ترامب بعد العملية بعد قتل قاسم سليماني، قال شكر وجه الشكر للعرب وخص السعودية، كما لو أنه يريد أن يلفت نظر إيران إلى السعودية. هل يمكن أن يكون هناك الآن يعني مواجهة مباشرة بين السعودية وإيران في العراق مثلا؟ يعني مواجهة في الشارع، مواجهة بالأسلحة، مواجهة بكذا، لا أتوقع. ولكن لا شك أن السعودية من مصلحتها الذاتية أن تمد يد العون ماليا، تأثيرا، إعلاما إلى آخره للمتظاهرين والمحتجين في العراق. وهذا ليس من هذا من قبل مقتل سليماني، قائم جزئيا ويمكن أن يكبر أكثر، لأن المصلحة السعودية والمصلحة الخليجية عموما موجودة بهذا الإطار. ولكن لا أعتقد بأن الأنظمة القائمة عموما في بلادنا في الوقت الحاضر بما فيها الأنظمة الخليجية يعني تتعاطف مع الشعوب بشكل مباشرة عندما تكون هناك ثورة في العراق أو في سوريا أو في مصر أو في أي مكان الواقع، تشعر بأنها وكأنها موجهة ضدها وموجهة ضد استقرارها. بالتالي الواقع لا أعتقد بأن مد يد العون، الشعب نفسه هو الذي يمكن أن يمنع، وقد حقق الشعب العراقي كثيرا من قبل يمكن أن يحقق الآن. لكن أيضا لكن أستاذ نبيل، ألا يمكن أن يكون ما حصل فرصة ذهبية للسعودية كي تتمدد في العراق تمدد يخدم عروبة العراق واستقلاليته وعدم هيمنة إيران عليه؟ يعني ليست فرصة مناسبة الآن؟ إيران الواقع تبذل منذ عشرات السنين من أجل أن تتمدد. السعودية لا أعتقد من حيث إمكاناتها الفعلية أنها قادرة على التمدد، بغض النظر أنها راغبة أو تتمنى ذلك، ولكن الأساليب التي تتبعها والتجهيزات التي تصنعها داخليا لا تكفي من أجل القدرة على أن تفرض وجودها بشكل فعلي في الشارع العراقي وعلى المستوى السياسي العراقي. إذن سؤالي الأخير قبل أن أختم الحلقة، هل يمكن أن نشهد انخراط إيراني في مزيد أعمال عدائية ضد الخليج العربي بعد ما حصل؟ وضد العراق أيضا، لأن الواقع عملية التحرك التي بدأت في عام 2011 في بلادنا العربية ما زالت مستمرة، وأبرز مواطنها في الوقت الحاضر كما نعلم هي المواطن التي تسيطر عليها إيران أو تهيمن، سواء العراق أو لبنان أو اليمن، يعني تحاول أن تتحرك بأذرعها هناك. ولكن هنا بالذات الواقع بدأت مواجهة شعبية لا أعتقد بأنها تقاس بالشهور، ولكن يمكن خلال سنوات أن تؤدي فيما أن تعطي ثمارا كبيرة. أشكرك شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا هذه. في نهايتها أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ نبيل شبيب الكاتب والصحفي، والشكر موصول الأستاذ جعفر الهاشمي الباحث السياسي، كان معنا عبر سكايب من لندن. كل الشكر لكم على كرم المتابعة. في حراسة الله وتوفيقه.